واش دابا انا غنبات نبقى نعلم فيكم ولا كيفاش؟ قلت لكم ها كيفاش غتبداوها، غتبداوها بهكا تر ومشيت السلام عليكم ومرحبا بكم بيس وان شانل. اليوم غنمشي نشوف جوج الناس غيكونوا هما كيدويو فشي موضوع انا غنحاول نكمل فيه، عارف صعيبه ولكن هذا كنعتبره تحدي بالنسبه ليا. خليكم مع الفيديو كيف ديما، ليتس دو ات. لا هو هادشي اللي كتدربوا عليا مش دابا كنجي كنعلمكم كنمشي، ما خصنيش بقى فهمتي. شوف هكا تر 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 فهمتي. يلا سير على الله سمعني، راه ما عنديش الوقت بزاف. سير سير اصاحبي سير. دابا مشيت نهضر في التليفون ورجعت نسيتيني ولا كيف؟ سير يلا سير نسمح. ومشيت نقرا يا ما ومشيت هاي كان نحكي معك الصد هاي كان نحكي معك اخويا. طاغية وسكتي يا صاحبي. كلاب هادوك. سيد سيري عنق فيها صاحبي. واخذ راحتو من الماء صاحبي. احترمونا شوية صاحبي. دابا نيس. يال. ولا صاحبي خلينا. اخويا سعيد لاباس عليك. وانت اخويا يوسف. عمر هانيا. يتوب عليك اخي ديالي. ها نشوف التصويره كي جاتنا. لحظة انت داخل معنا؟ لا غير عاودها ما عجبتنيش اخويا. ما عجبتنيش اللقطة. لا صورنا اخويا الله يهديك. شوف صوب اللقطة. يلا سير سير لا هكا. عاود اخر عاود. سير صافي هلا نشوفك دابا. يا سلام لم ناضية ناضية لا ناضية. وقول لي اخويا شنو زعما فين غنجيبو هاد الاشياء هادي؟ شنو بالك انت فضل الله؟ شنو بالك فضل الله؟ خويا نبيل هضر معاه الله يحفظك. سي نبيل هضر معاه. المهم شوف يلا خينا نبيل الحموشي شنو بغيت انت في هذا البلان هذا؟ سيدي صافي او ماي جاد كاميرا خفيه لا راهي معاك هاك هضرك معاك قرب فيها الشو. واش دابا فوق ما نخرج انا وياك نبقاو ساكتين بحال هكا؟ قولي لي امتى غيستمر هادشي؟ انا راه تعبت منه. لا راه حيت كانت غاليه بزاف ما شريتهاش داكشي علاش. انا وصيت تمشي واحد المحل ولكن المهم على كل حال فهمتي كثر فيها شحال دابا عطيتها شي نصائح فهمتي داكشي ما زعما تشري داك الصباط واخا هو اصلا موديل في هاد الايامات هادي ولكن ما عرفت ما دير. ايه نعم بالك شي واحد حدانا انا غير لا كنا كنهضروا على سهام مش مشى هاد النهار اخي داير مولا طب العائلة وادم شو كتهضر معايا بحال عطلقينا العائلة وكذا عرفتي ديك الموضوع اللي شربنا قبيله ما شبعتنيش اصلا مش نشربوا واحد اخر جبنا خويا شي 40 معاك شي خويا من هادي تشد الجبال هذا صحيح راه هضرنا خويا سعيد شحال هادي على هاد البلاصه هادي صافي بنت دوز خليها تدوز انا هادشي اللي كان بان ليا من الاول. متفقين. انت مطلقة دابا. نوضي بحدايا. تعطل ياك. تعطل.
راه قلت لكم قبيله خاصنا نمشيو خاصنا نمشيو. يلا حياتي يلا. اخويا فين؟ راه كنتسناوك انا ولدنا صاحبي يلا. لا ماشي رجل هذه وحنا دبرت على البنات صاحبي خصك تجي في الوقت صافي يلا. يلا تلقى راسك ها هو ما غاديش تعطلكوني هاني. علاش كتحكي؟ كنعرفك اخويا كتقول حياة. سيريوسلي؟ ما فهمتك. لا انا كهضرت قبيله مع حياة دابا كنهضر معاك انت يا نسيمة. قلت لك باللي السيد هو يجي واش واش غتبقاو شوف غتبقاو كتضحكوا بحال هكا بلاد الصاد بلا ما تجي شوف بلا ما تجي اللي بقى شي كيضحكوا بحال شوف هذا الحق لكم ايوا بابا يلا يلا تسنوا هنا يلا نعم ها لا شو يوسف اش كتعرف عليا يلا اخويا خصنا نقربوا شويه من الهضره خصنا نقربوا ليها كل مره حنا بداو خارجين بقاو انت ساكته ولا كيفاش نعم راه نص ساعه وحنا خارجين وانت ساكته كدير علاش كتخدمي راه دوري واحد فينا خصو يتنازل حنان صافي صافي لا مازال غنتعطلو واحد شوية قول له مازال غنتعطلو واحد شوية على ما نسالي الفيديو ومن بعد نشوف حنا اسيدي وييك كثر من 20 يوم كاع صاحبي وراه بقى في الدرحة بزراسة صاحبي شي شهر يوم تقول انت 20 يوم ولكن شوف 30 يوم ورا شنو هي 30 يوم وشنو هي شهر اكثر من مشكلة مشكلة في الاختيار صح واش غندير دابا فضل البلان هذا اخر مره غنجيبو داك عماد اخر مره صافي ما وشكون حنا ممكن تطلبي من رجلك يحبسو غديري 4 أوس 2 صافي يلا ما تبقاش تعاوني عليا دائما لا هي كنعاونك مره ولكن شوف ماشي دائما صافي ديري شي حاجه لراسك عرفتي كنعرفك حياة نسيمة نسيمة حياة وكان انتم اللي ما عارفينش بعضياتكم تشرفوا تشرفوا ببعض اجي بعدا انت عاقل على صاحبتك ما عقلتيش عليا انا اصلا انت كتشوف معاقلين انا وانا ما عقلتوش عليا ما غاديش نعقلوا عليك حيت ما عارفين دابا غير هضرت مع السيد نسيتوني انا معاه ما كنعرفوكش جيت كتحدا انا وتهضر معايا خبارك شنو كندير؟ كنت كتمثل بحال هادشي كنمثل ولكن تمثيل لايف كاميرا كافي سام كاميرا كاش خاصكم تضحكوا عليها لا كنضحك معاك بزاف سوري انا كندير راسي كنعرف الناس انا اصلا ما كنعرفكم ما كتعرفوني فهمتي بصراحه جبتي راسك قلتي انا كنمثل دابا ولكن انت داكشي تمثيل مباشر دابا غنسولك موافقه القصه ديالكم دوز معنا في اطار الضحك وصافي راه درت شنو اخويا ها هو هذا راه كيتفرج في الفيديو بالضحك فهمتي الله يحفظك اخويا واخا وانت يا اختي شكرا بزاف وسمحوا لي ما كاين مشكل كلوز يور ايز ما سمعتكش شوف عليك خويا كنضحك كاميرا خفيه كاميرا خفيه يتوب عليك خويا لاباس عليك كاميرا كتشوف في اطار الضحك وصافي زعما كندير راسي كنعرفكم انا صافي بعدا سميتك اخويا كان سعيد صرف خويا رضا ياك اسر الله يتوب عليك عرفتي الرياكشن ديالكم كان ديالك معنا شكرا بزاف وكان انت اصلا كتعرفيني ديجا كنت عارف شفت واحد الفيديو الله يحفظك اخويا مجرد كاميرا خفيه كاميرا كاشي موافق دوز الوقت ديالكم معنا داكشي في الضحك وصافي شكرا اخويا سمح لي بزاف يوتيوب داك انت كتهضر الله يحفظك اخويا شوف سير هذاك راك موافق انت غيديروا ناس دابا جيبوا لنا بعدا شي مرحبا
خفية كاميرا كاشفة في إطار الضحك وصافي ندير راسي كنعرف. لحظك شكرا لك بزاف حيت تفرجتي على الفيديو. ما تنساش دير سبسكرايب لاشين، سبسكرايب لاشين ثانية غتلقاو لاشين ثانية راه ديجا حطيت فيها بزاف ديال الفيديوهات، أغلبية منكم راه مازال ما تفرجوا ليهم، دونك دخلوا للديسكريبسيون أو دخلوا لأول تعليق في هذا الفيديو غتلقاو لاشين ثانية، ديروا سبسكرايب ليها تفرجوا الفيديوهات اللي فيها، وبطبيعة الحال ديروا سبسكرايب باش تفرجوا الفيديوهات الجايين، راه كل جمعة فيديو جديد. يلا بسلام.